مرحبا، هل تريد سماع قصة المثيرة للشفقة؟ حسنا، شعرت بتنميل في ساقي اليوم وأحسست بوخز كوخز الدبابيس فيها. بعد ذلك كدت أن أفوت موعد طبيب الأسنان لأني كنت أشعر بالنعاس، ثم قضيت وقتا طويلا هناك لأن فمي حساس جدا. لو كنت أعرف النصائح التالية لمر يومي هذا على نحو أفضل بكثير. الخلود للنوم بشكل أسرع، ابدأ ورئتاك فارغتان من الهواء، ثم خذ نفسا عميقا لأربع ثوان، احبس نفسك لسبع ثوان ثم أخرجه بشكل مستمر لثمان ثوان. إن كنت لا تشعر بالراحة في حبس نفسك لكل هذه المدة، فقلل مدة هذه الخطوات إلى النصف، ستركز على التحكم في أنفاسك وسوف تهدأ. الابتهاج بالعطس، عندما تعطس يطلق جسمك الأدرينالين والإندورفين، مما يجعلك تشعر بالقليل من الحماس والسعادة. وقد يبدأ الشخص في الضحك عندما يعطس بشكل متكرر. يمكنك تحفيز العطسة بفرك سقف فمك بلسانك أو دغدغة داخل أنفك بمنديل. تخفيف الصداع باستخدام كرة التنس، استلق على ظهرك مع ثني ركبتيك، وضع كرة التنس تحت شفرة كتفك بعرض إصبعين تقريبا على جانب العمود الفقري. أبقها في مكانها لثلاثين ثانية ثم دحرجها لأسفل ظهرك. واصل القيام بذلك حتى تصل الكرة إلى الوركين، ثم كرر العملية على الجانب الآخر. إلهاء نفسك عند طبيب الأسنان. يمكنك الاستماع إلى الموسيقى أو الغناء، لكن قد يزعج ذلك طبيبك وأنت لا تريد حدوث ذلك. لذا من الأفضل أن ترفع إحدى رجليك ببطء وتبقيها مرتفعة، وعندما تتعب رجلك بدل إلى الرجل الأخرى، سيبقيك ذلك مشغولا وسيسهل عليك في النهاية الجلوس أثناء الخضوع لأي إجراء طبي. الاستيقاظ بشكل أسرع، أعثر على نقاط الضغط الصحيحة. تقع هذه النقاط في أعلى رأسك وخلف عنقك وبين الإبهام والسبابة وتحت ركبتيك وفي منتصف باطن قدميك. يمكنك تجنب النعاس بالنقر على هذه النقاط أو تدليكها. إلى جانب ذلك، أبق غرفتك جيدة الإضاءة واشرب كوبا من الماء بعد الاستيقاظ مباشرة لتعزيز التأثير. تسهيل تناول حبوب الدواء، ضع حبة الدواء على لسانك ثم أطبق شفتيك حول عنق قارورة الماء لحجب دخول أي هواء. اشرب الماء بهذه الطريقة وستهبط الحبة على الفور. وبالنسبة للأدوية التي تأتي في شكل كبسولات، أمل ذقنك للأسفل باتجاه صدرك أثناء شرب جرعة من الماء. طريقة للتوقف عن التثاؤب، ما عليك سوى تبريد جسمك. تناول شراب بارد أو طعام مبرد أو مثلج سيساعدك كثيرا، لكن يمكنك أيضا استخدام كمادة باردة، ضعها على رقبتك أو جبهتك، وإن احتجت للتوقف قبل التثاؤب مباشرة فاضغط على أسنانك. وإليك نصيحة إضافية، تأثير صعود الدرج مثل تأثير شرب فنجان من القهوة، لكنه صحي أكثر بشكل عام. منع لوعة التقيؤ بالإبهام، شكل قبضة بيدك اليسرى مع دس إبهامك تحت أصابعك، اضغط على إبهامك وسيختفي الشعور بالتقيؤ. العلاقة بين الاثنين لا تزال غير واضحة، لكنها حيلة جيدة خاصة عندما تكون في موعد مع طبيب الأسنان. وضع صابونين في الحمام، يمكنك التحكم في جدول نومك بالروائح. جرب استخدام الزيوت العطرية وصابون برائحة اللافندر في المساء لتهدأ وتخلد للنوم، وفي الصباح استخدم رائحة الحمضيات لتشعر بالمزيد من الحيوية والانتعاش. منح العينين بعض الراحة، أغمض عينيك وضع إبهاميك تحت حاجبيك مباشرة، وبحركة دائرية صغيرة حرك إبهاميك من هذه النقطة إلى الحافة الخارجية لحاجبيك، ثم حول محجري العينين باتجاه جسر أنفك، وحالما تصل هناك أبق إبهامك بالقرب من الجسر لمدة أطول قليلا. الصراخ لزيادة تحملك للألم، الصراخ بكلمة بصوت عال سيساعدك على تحمل الألم للحظة وجيزة، ويرتبط ذلك بالتعامل مع استجابة عاطفية قوية والتنفيس عن التوتر. وعندما يصطدم إصبع قدمك بطرف الطاولة غالبا ما تخرج هذه الكلمة تلقائيا، تبا لك أيتها الطاولة الغبية. الضوء الأخضر لتخفيف الصداع، تتضمن حوالي 80% من حالات الصداع النصفي حساسية من الضوء،
والأضواء الزرقاء أو الحمراء هي الأكثر إزعاجاً للعينين، كما أنها تسبب الصداع. لكن الضوء الأخضر حالة خاصة، فيمكنه تقليل الألم بنسبة 20% إن كان أخضر خالصاً وليس قوياً. السعال عند الخوف من حقن الإبرة. تعد حيلة السعال وسيلة لتخفيف الألم الناتج عن تلقي الحقنة في عيادة الطبيب. حاول ألا تهتز كثيراً، لكن اسعل بقوة خلال العملية بأكملها ولن تلاحظ حدوث أي شيء. كما يمكنك استخدام عوامل إلهاء أخرى مثل الضغط على كرة مطاطية في يدك أو ضرب الممرضة. كلا أنا أمزح. التغلب على القلق. أطبق شفتيك على إبهامك بإحكام وانفخ بقوة، لكن لا تخرج أي هواء. ستساعدك هذه الحيلة على التعامل مع التوتر وإبطاء معدل ضربات القلب المرتفع. إن لم يكن بإمكانك استخدام إبهامك أو أي إصبع آخر، فكشر كما لو أنك ترفع غرضاً ثقيلاً جداً. كما أن وضع كمادة باردة على وجهك أثناء حبس نفسك سيعمل بنفس الطريقة. هز الرأس عند الشعور بتنميل في أحد الأطراف. قد تشعر أحياناً بتنميل ووخز في ساقك أو ذراعك، ويحدث ذلك لأن الأعصاب في رقبتك مشدودة كثيراً. هز رأسك أو حركه من جانب لآخر لتقلل من الضغط على عضلات رقبتك وإراحة أعصابك، وسيزول هذا الإحساس الغريب. التخلص من الحازوقة باستخدام مكعب ثلج. أذب مكعب ثلج في فمك أثناء التنفس بأبطأ ما تستطيع. لا تقضم الثلج، فالعملية بأكملها يجب أن تكون بطيئة لتحقق نتيجة. كما يمكنك شرب ماء بالليمون أو تناول ملعقة من العسل لإيقاف هذه التشنجات. إيقاف تجمد الدماغ بشكل أسرع. عادة ما يزول تجمد الدماغ أو صداع الآيس كريم في غضون 30 إلى 60 ثانية، لكن يمكنك تقصير هذه المدة. ادفع لسانك لسقف فمك وسخن السقف. كما يمكنك استخدام إبهامك إن كان نظيفاً، أو يمكنك عمل قناع بيديك بتغطية أنفك وفمك. تنفس الهواء الدافئ الذي تخرجه، وسيساعدك ذلك في وقت وجيز. تخفيف وجع الأسنان. في حال لم تتمكن من الذهاب إلى طبيب الأسنان في أسرع وقت، فيمكنك تخفيف الألم بمكعب ثلج. ضعه على ظهر يدك بين الإبهام والسبابة، لكن دحرجه حتى لا يجمد يدك كثيراً. سيعطي دماغك الأولوية للإحساس في يدك لبعض الوقت، مما سيمنحك بعض الراحة من وجع الأسنان. تخفيف حكة الحلق. الأعصاب بين أذنيك وحلقك متصلة ببعض، لذا إن شعرت بدغدغة في حلقك فحك شحمة أذنك. سيسبب ذلك تشنجاً عضلياً في حلقك، وسيخلصك من الحكة التي لا يمكنك الوصول إليها. تجنب العطاس فوراً. يمكنك قرص النقطة التي تقع أسفل أنفك مباشرة وبين فتحتي الأنف لتخفيف الرغبة في العطاس. هناك نقطة أخرى تقع في المنطقة بين حاجبيك، اقرصها أو اضغط عليها لعشر ثوان وستختفي رغبتك في العطاس. مضغ علكة بنكهة النعناع للاستيقاظ. هذه الحيلة تعمل بشكل أفضل من فنجان القهوة. بمجرد أن تمضغ العلكة ستشعر بالانتعاش وستعزز ذاكرتك. كما أن هذه الحيلة مفيدة للطلاب أثناء الدراسة للاختبارات، وذلك لأن المعلومات ستصبح مرتبطة بالنكهة، وسيساعدك مضغ العلكة لاحقاً على تذكر ما تعلمته في السابق. استخدام الأذن اليمنى لفهم الكلام. أذنك اليمنى أفضل بكثير في التقاط الأصوات الإيقاعية سريعة الوتيرة. إن لم تتمكن من سماع صديقك وسط أصوات صاخبة، فالتفت إليه بأذنك اليمنى وسيسهل عليك فهم كلامه. في المقابل تسمع أذنك اليسرى النغمات والألحان بشكل أفضل، لذا إن كنت تحاول تذكر اسم أغنية مذاعة على الراديو فلف أذنك اليسرى إلى مكبر الصوت. خداع الدماغ للغوص لمسافة أعمق. ترى صدفة جميلة تحت أمواج البحر، لكنها في مكان عميق للغاية. يمكنك توصيل كمية أكبر من الأكسجين إلى دماغك والسباحة لمسافة أعمق بأخذ عدة أنفاس قصيرة قبل الغوص. لكن تذكر أنك لن تحصل سوى على بضع ثوان إضافية تحت الماء، لذا لا تصدق أنك أصبحت حورية بحر فجأة. تخفيف طنين الأذن مؤقتاً. ذلك الرنين أو الصفير أو الطنين داخل رأسك سيختفي مؤقتاً إن وضعت راحتي يديك على أذنيك، بحيث تكون أصابعك على مؤخرة رأسك.
يجب أن يكون إصبعاك الأوسطان على قاعدة جمجمتك. ضع إصبعاك السبابة على الإصبعين الأوسطين واضغط للأسفل، ثم اسحبهما بسرعة بحيث يضغط الإصبعان السبابة على قاعدة عنقك، وصل القيام بذلك حتى يختفي الطنين. حظا موفقا في تطبيق هذه الحيل، وإن نجحت معك فأخبرني في قسم التعليقات. إن تعلمت شيئا جديدا اليوم فامنح هذا الفيديو إعجابا وشاركه مع صديق. وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.